أوصت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع خلال اجتماعها اليوم بإحالة مقترحات في شأن التجنيس والمحكمة الكلية إلى اللجنة التشريعية وأجرأت البتة في اقتراحات تعديل قانون الانتخاب إلى اجتماع مقبل. وأوضح الرئيس عسكر لانزي أن اللجنة أقرت 40 اقتراحا برغبة، من أبرزها سحب القرارات الصادرة بإحالة 156 مدعيا عاما في الإدارة العامة للتحقيقات إلى التقاعد. وأكد أن قرار اللجنة يقضي بإعادتهم إلى العمل بوظائفهم نفسها، على أن يشمل ذلك من صدر بحقهم قرارات جماعية أو فردية خلال عام 2016.